بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لكي نتمكن من معرفة الأعداد وكيفية ترتيبها، جئتك اليوم عزيزي التلميذ بهذا التمرين والمتمثل في معرفة العدد الذي يسبق والعدد الذي يلي من الأعداد الأصغر من 10. بسم الله. لدينا في العنصر الأول العدد 2، ما هو العدد الذي يأتي بعد 2؟ إذن العدد الذي يأتي بعد 2 هو 3. العدد الذي يأتي بعد 2 هو 3. وما هو العدد الذي يأتي بعد 3؟ 2 3 4. جيد. ننتقل للعنصر الذي يليه. لدينا العدد 4، ما هو العدد الذي يأتي بعده؟ إذن العدد هو 5. وما هو العدد الذي يأتي بعد 5؟ نعم، هو 6. 4 5 6. الآن لدينا العدد 4، ما هو العدد الذي يسبق 4؟ وما هو العدد الذي يأتي بعد 4؟ إذن العدد الذي يسبق 4 هو 3، والعدد الذي يأتي بعد 4 هو 5، وهكذا يصبح الترتيب كالآتي: 3 4 5. الآن لدينا العدد 5، ما هو العدد الذي يسبقه وما هو العدد الذي يأتي بعده؟ إذن العدد الذي يسبق 5 هو 4. إذن 4 هو العدد الذي يسبق 5، وما هو العدد الذي يأتي بعده؟ إذن هو 6، وهكذا يصبح الترتيب 4 5 6. الآن لدينا العدد 8، ما هو العدد الذي يسبقه؟ إذن العدد الذي يسبقه هو 7، وما هو العدد الذي يأتي بعد 8؟ إذن هو، أفكر جيدا، هو 9. نعم، وهكذا يصبح الترتيب 7 8 9. الآن لدينا العدد 3، ما هما العددان اللذان يسبقانه؟ ما هما العددان اللذان يسبقان العدد 3؟ إذن العدد الأول هو 1، ثم يليه العدد 2، وهكذا يصبح الترتيب 1 2 3. الآن لدينا العدد 8، ما هما العددان اللذان يسبقانه؟ إذن العددان هما 6، ثم تليها 7، وبعدها 8. إذن نقول 6 7 8. الآن لدينا العدد 8 والعدد 10، ما هو العدد الذي يأتي في الوسط بين 8 و10؟ إذن العدد الذي يأتي بعد أو في وسط بين 8 و10 هو العدد 9، وهكذا يصبح الترتيب 8 9 10. الآن لدينا العدد 6، ما هو العدد الذي يسبقه وما هو العدد الذي يأتي بعده؟ إذن العدد الذي يسبق 6 هو العدد 5، والعدد الذي يأتي بعد 6 هو 7. نعم، إذن يصبح الترتيب كالآتي: 5 6 7. الآن في الأخير لدينا العدد 2، ما هما العددان اللذان يسبقانه؟ نعم، العددان اللذان يسبقانه هما 0، ويأتي بعده العدد 1. إذن يصبح الترتيب كالآتي: 0 1 2. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.